الزيدية أحد المذاهب الشيعية، نشأ بشمال اليمن منتصف القرن الثاني للهجرة. سمي الزيديون بهذا الاسم نسبة إلى مؤسس المذهب زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. كان له نظرة خاصة في السياسة والحكم، تمظهرت في ثورته على الخلافة الأموية سنة 122 للهجرة. وتعود تسمية المذهب إلى الأمويين الذين أطلقوا على أتباع زيد الزيديين، فتبناه الزيديون وقالوا إنهم أقروا به واعتزوا. وجدت الأقلية الزيدية في مناطق عديدة من العالم الإسلامي مثل نجد في شبه الجزيرة العربية وفي شمال إفريقيا وعلى ضفاف بحر قزوين، ولم يتبقى منهم في عصرنا الحالي إلا فرع وحيد في شمال اليمن يطلق عليه البعض اسم الهادوية نسبة إلى الإمام الهادي يحيى بن الحسين أحد أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان زعيما دينيا وسياسيا في شبه الجزيرة العربية، ويعد المؤسس الفعلي لمذهب الزيدية الشيعي ومؤسس الدولة الهادوية في اليمن التي حكمها من 897 إلى 911 للميلاد. وكان لها دور كبير في محاربة القرامطة. تجيز الزيدية على عكس أغلب المذاهب الشيعية الأخرى وجود أكثر من إمام في وقت واحد في قطرين مختلفين، ومن مبادئها رفض مبدأ الغيبة وتوارث الإمامة، ولا يؤمن أتباع المذهب الزيدي بعصمة أي مخلوق باستثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى خلاف أغلب المذاهب الشيعية لا يتبنى الزيديون مواقف عدائية تجاه الصحابة والخلفاء الراشدين، إذ يرون أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما من كبار الصحابة وأعظمهم شأنا. لا يعارض أتباع المذهب الزيدي الصلاة خلف إمام من أهل السنة والجماعة، ولا يقرون زواج المتعة، ولا يمارسون التقية، ولا يقدسون الأضرحة، ولا يحجون إليها. يتفق متبع المذهب الزيدي من أهل السنة والجماعة في تصورهم للعبادات والفرائض مع اختلافات شكلية قليلة، من بينها جواز أداء صلاة العيد عندهم فرادى أو جماعة، وتحديد فروض الوضوء بعشرة فروض، ووجوب زكاة الخمس. لكن العقيدة الشيعية واضحة في مذهبهم رغم اعتدالهم مقارنة ببقية المذاهب الشيعية، فهم يتمسكون بأحقية آل البيت في الخلافة وبتفضيل الأحاديث الواردة عنهم على غيرها من الأحاديث. يحسب بعض علماء الزيدية ومشايخها على أهل السنة والجماعة مثل الإمام محمد الصنعاني والإمام محمد الشوكاني، وتدرس كتبهم في الجامعات والمدارس الدينية السنية، وبفضل المناهج الدراسية الدينية المعتدلة في اليمن لا تكاد توجد فروقات بين أهل السنة والزيدية، ولا يعرف الزيدي من السني إلا برفع اليدين في الصلاة وقول حي على خير العمل في الأذان.